كل من يشارك في هذه الفضاءات ملزم أنه يخفض في حدود إمكاناته، وبالتالي الأسعار المتداولة في هذه نقاط البيع هي أسعار أحسن من الأسعار الموجودة خارج هذه نقاط البيع. في منتوجات لازم يعرف المواطن ماهيش وقتها، في منتوجات خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه ماهيش وقتها، مبكرة. هذه السنة كلكم لاحظتم كان فيه منتوج طماطم وكلكم تعرفوا بلي ماهوش وقته وكان عليه طلب كبير 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 جدا، وهذه قاعدة السوق العرض والطلب. الآن الأمور بدأت ترجع إلى نصابها، عندما قل الطلب راهي بدأت الأمور ترجع والأسعار تنخفض. فيما يتعلق بالبطاطا كلكم تعرفوا بأن فترة الشتاء لسقطت الأمطار 4 أيام، وانتم تعرفوا بلي ان هذه الفتره عيطوا لها ستين بيريود كروز، يعني ما كانش الجن في الصحراء. دونك كنا ننتظر بطاطا تاع الشمال، وبطاطا الشمال عندما بدات تدخل بدات الامطار، وتعرفوا بلي صعوبه الجنية في الغرقه والامطار، هذوك 3 ايام ولا 4 ايام خلقت هذا الاضطراب.